هما فين؟ ممكن بقى تشوفوا لي حل في حياتي؟ انا ماليش غيركم اتكلم معاه. في يا شيري؟ ماشي. زهقت يا جميله، زهقت مش قادره. تعالي. في ايه؟ قاعده مع واحد على طول مشغول، ودايما سايبني الواحد يقول عمره بيخرجني، ويوم ما اخرج يقعد يقول لي كنت فين ورايحه فين وجايه منين ومع مين. انا خلاص مش قادره، انا اتخنقت. غريبه، مع انكم مع بعض طول الوقت. اه ما هو عشان انت بتشوفنا دايما في الكافيه عند اكرم، دي الخروجه بقى الوحيده اللي يعرفها. حافظ مش فاهم، انا بقى زهقت ومش طايقه. مش كفايه انه خلاني اسيب شغلي كمان؟ بعد ما كنت مذيعه مشهوره قد الدنيا والناس كلها بتشاور عليا، قعدني في البيت. ايوه يا شيري يا حبيبتي، بس ده كان برضاكي، انت كنتي موافقه قدامنا كلنا. لا ما هو انتوا ما تعرفوش انه ضحك عليا. هو وعدني انه كل شهر هيديني المرتب اللي كنت باخده من القناه، وفي الاخر ما طلتش منه اي حاجه. طب انتوا عارفين بقى انه الفيلا اللي احنا قاعدين فيها دي ايجار؟ معقوله؟ اساله، مش صاحبك؟ خليه يوريك عقد التمليك لو بتاعته. طب معلش يا شيري انا اسفه، ما يمكن هو مش معاه يجيب بيت تمليك. معاه، ما هي المصيبه انه معاه، معاه ملايين وشايلهم كلهم في ودايع وشهادات، ومستخسر في مراته حته بيت، وكمان منعني اخلف. كل ما افتح معاه الموضوع نقعد نتخانق للصبح، يعني لا بيت ولا عيال. طب هو متجوزني ليه؟ محطه في حياته ولا بس عشان انبساطه الفرفشه؟ معلش يا شيري اهدي وكل حاجه هتتحل ان شاء الله. تلاش. لا لا مش هسكت، انا خدت قرار ومش هرجع فيه، وانتوا هتساعدوني انه يخلص من غير فضايح ولا محاكم. انا هتطلق، ولو رفض هخلي جوز اختك يرفع لي عليه قضيه خلع. جوز اختي؟ مش معنى جوز اختي يعني، ما البلد مليانه محامين. انت عارفه عليكي يا ايه شويه حركات تحرق الدم، والله هتجننيني. ضيعتي كل الخطط اللي انا بخطط فيها بغبائك ده، كان لازم تنطقي. يا شريف قدر اللي انا فيه، انا قلبي برضو محروق علشان خاطر بابا الله يرحمه. وهو كان عامل لك ايه عشان قلبك يتحرق عليه قوي كده؟ هو ساب لك قشايه؟ شيما تعالي يلا حبيبي. نايتي نايتي، اطلعي اتفضلي، يلا خديها. اه خدي البيانو، خدي يلا. تصبحي على خير يا حبيبتي. يلا يا زوزو بقى ارجوكي. معلش خديها وانت راجعه، هجيبها لك انا فوق. انا هتجنن واعرف عمل كده ليه. انا اقول لك هو عمل كده ليه، انا عارف كويس، عشان طول عمره راجل ظالم ومفتري. يا شريف حرام عليك. حرام عليا ايه بس يا شيخ، انا معبي منه من زمان وساكت والله. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.